السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أمين من قناة أمين جيمر. مرحبا بكم في حلقة الثالثة من سلسلة مهنة مدرب. مدرب هو إيريك تين هاغ، والفريق اللي كنلعبوا به حاليا هو فريق مانشستر يونايتد. مباراة منتظرة هنا في بداية موسم جديد، افتتاحية يتطلع إليها الفريقين في انطلاقة الموسم. إذا كانت افتتاحية غتبدا بحال هكا قديرة قاصحة. تفصل الدقائق قليلة عن مباراة ليفربول الذي سيقابل نادي مانشستر يونايتد. ماتش غيكون قاصح بزاف. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلاً ومرحبا بكم، تحياتي محدثكم فارس عوض من ملعب يانفيلد. النشيد الخاص بفريق ليفربول. أليسون بيكر في حراسة المرمى. 4-3-3. أربعة ثلاثة ثلاثة هجومية، صلاح، مينيز، وديوغو جوتا. لا نستعرض تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة اليوم. في المرمى راح يتواجد ديفيد دخية، برونو فرنانديز. لعبوا بثلاثة واحد ربعة جوج، علاش؟ باش نعطيو شوية الأولوية الديفونس، وهذوك لي زيلي ديال تكونوا بجناب شو ولا دالوت حاولوا يرجعوا الله باش تولي خمسة ثلاثة جوج، وفي لاطاك كتولي ثلاثة ثلاثة أربعة. وفي البالونس كتكون ثلاثة خمسة جوج، هادشي هما دوك لي زيلي هما اللي كتحاول تلعب فيهم بزاف، كيبقاو لور ولا ديفونس ميليو. إذا على بركة الله نبداو الماتش ديالنا. وضربه البدايه في اجواء غير عاديه من شو الديفونس كيولي كيولي خمسة. محمد صلاح احنا ما لعبناش في 5-3-2 او لا 5-4. جوردن هندرسون 5-3-2 ولا 5-2-3 ولا شي حاجه. لعبوا 3-1-4-2. انتما غتشوفوا معايا ملي كتكون كره عندي ولا كتكون كره في لاط ايدير ميليتاو في لاطاك. سي ميليتاو ما غيتقطعوا لي الصراحه، انا متوقع يكون شي ضغط كبير على الديفونس في هذا الماتش. هذا سير الخطورة من مناطق قريبة. لحد الآن مش تشكر تمركز سليم من المدافع، يقطع الكرة العرضية. أمال كبيرة معلقة على تواجد ماركوس راشفورد في الملعب اليوم. أوه داي فان دايك، لا فان دايك ديال الفارد في الملعب وتأثير على أداء الفريق بالكامل، لأن لدي امتلاك الكرة وأيضا القدرات الخاصة اللي تصنع الفارق من خلال المهارات الفردية. إيدر ميليتاو، لوك شو، تصل إلى كاسيميرو، تمريرة ملعوبة بذكاء. الكرة تعود إلى ليفربول. لا أوه. رافائيل فاران، تدخل مميز لاستعادة الكرة. يحاول أن يشكل خطورة. رمي التماس ملعوبة إلى مو صلاح. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. ضغط كبير مشاهدينا. ماركوس راشفورد سير مشى راشفورد. جيمي باردي واه باردي تخيل هذا باردي ما عرفتش ما عرف هذا الماتش حتى الحان. حتى الان راه ميتريزي الديفونس مزيان باش نكون واقع معاك. اوبا اليسون يتصدى للكرة بسهولة. لوك شاو
هي جاءت القائم القريب. غزلت الكرة في الملعب. مالك يا صاحبي؟ الكرة رمية تماس. ديوكو خوتا. فابينيو. ملعوبة إلى هندرسون. روبرتسون لديه الكرة. كرة راسية ضعيفة والحارس يوقفها بدون معاناة. ماتش محسك سارة. برونو فرنانديز. ملعوبة إلى فرنانديز. بيمر فيها بعدل. ويا جول 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 جول. الضربة الأولى في مرمى الغريب. مرمى الغريم يسجلون ونديروا لي تشتعل الان جيمي فاردي محبوك ماتش بيتش مختوم بصراحه. عجبتكم 3-5-2 كتولي بحال ديما عندك انت يا في شاكلين كتلقى جوج ديال اللعابه زايدين عندك ديما سواء في ديفون سواء في الميليو سواء في لاطا. هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. عرضية في ال 18. كرة بالخطأ. صافرة وضربة حرة لفريق مانشستر يونايتد. هاك خلينا نصبي على طاليمون. واش كان تيدفع؟ لاعب دالوت ديوكو جوتا صراحة كراف ديول مزيان في الديفونس. ماركوس راشفورد. لا 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 باس كيدير ديال راشفورد. لا لا باس كيدير. ايوا اي 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 تخيل معايا ضرب ليفربول في تيرانا في الماتش الاول بجوج زيرو راه ما ساهلاش والله. وثم موقف واحد على واحد تاتي التصويبه القويه في المرمى لا يمكن التصدي لها. نزيدكم واحد حاجه اخرى. انا صراحه ما كنتش فان ديال الفيفا. ما تعز ليا بي او اس بزاف. يلا كنت كنلعب فيها بزاف فيفا تقريبا لعبت في دو فيرس ما لعبتش في 2019 وهذا. والنتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. ضاعت الكره بعد تمريره خاطئه. ماركوس راشفورد. عودة إلى فرنانديز. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. داروين نونيز. ممتاز البينية الساقطة. احتكاك داخل منطقة الجزاء. فرصة لتقليص الفارق. دخية يتصدى لكن ما زالت خطرة. الشوط الأول إذا مشاهدينا ينتهي هنا في ملعب يانفيلد. مزيان حتى لدابا مزيان. لبنان فورماسيون فارو. الشوط الثاني من المباراة ونذكر حضراتكم بأن مانشستر يونايتد يملك أفضلية مريحة حتى الآن. مبينة. اعتراض ناجح لطريق الكرة. انطلاقه وبدايه فرصه. اريكسون وفرصه هدف. سبيتي بالثالثة اريكسون واريك دولي مع اريكسون. دونك نجيبو لا بال هنا. الكرة
الفريق الضيف متقدم في النتيجة، وأكيد هذا لا يبرر حالياً محاولاتهم لإضاعة الوقت. ممكن البعض يعتبر أمر عادي طالما بطريقة شرعية، لكن أكيد أن الجماهير أصحاب الأرض لا يعجبهم هذا الرأي ولا هذا المنطق، وهذا واضح من خلال اعتراضهم الآن بصوت عالي ومسموع في المدرجات. في آخر أخبار الميركاتو، تؤكد أيضاً بانتقال لاعب جديد إلى المان سيتي. نحن الآن في مرحلة تشبه الجنون حقيقة، كثير من الأخبار والكثير من الانتقالات والإشاعات في انتظار الخواتيم والأخبار المؤكدة. وعلى فان دايك الصاحب يشحل شي قطع ديال الكواري والدفاع في الوقت المناسب. شنو هي ديال كاسيميرو؟ هجوم من الليفر، الجمهور يتحمس لتسديده. مازال يحتفظ بالكرة. كيفاش شاده؟ لا بد أن تسجل. لا شي شي ضاقر ماتش 58. الله على هذا الاستثناء. ركنية تنفذ بشكل قصير. سير راشفورد، سير 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 تشاد فان دايك وبزاف المسيطر والمستحوذ على الكرة. في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون المتعة حاضرة في الجولة القادمة في لقاء قوي لنادي ليفربول، حيث سيقابل ليستر سيتي خارج ملعبه. طبعا راح أكون مع حضراتكم إن شاء الله في تغطية لهذه المباراة. الحكم يتيح الفرصة أمام ليفربول. مانشستر يونايتد ما كان الطرف الأفضل في الصيد. هذه كرة هدف الآن. سير راشفورد بتشيلش. فرصة خطيرة جدا، لكن أليسون موجود هنا في المرمى يتألق، هنا في المرمى يتصدى. بلي فيرديناند ما لعب الكره في منتصف 18. تصدي سهل من أليسون بيكر. صار خصني شي نزيد شي بيت باش ليفربول يفقد الكره. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. ديوغو دالوت. بينية ممتازة قد تشكل خطورة. أوهو. فين نتفنوا الساعة غادي نصدقوا مصيدين. لكن اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة ما كانت مثالية في اللقطة الماضية. رمية تماس لليفر. آل. تدخل وكرة تبعد. سي. تمريرة برؤية كرة سهلة في متناول حارس المرمى. تريند ألكسندر أرنولد. جوردان هندرسون. ولا مع جوتا. الكره بتضيع من لاعبي ليفربول. ما باس ما والو. ناري ناري على فان دايك ترى بحال شي تران. 9 دقائق متبقيه من عمر هذا اللقاء. صلاح بيلعب لك كره عرضيه. الو جاء التدخل في توقيت مثالي لانقاذ المرمى. الله على التدخل. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة. سير. الآن فرصة هدف. ورجل. الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية. والتغيير هنا في صفوف ليفربول.
إريكسون بيلعبها في منطقة الجزاء. تشتيت سيء والهجوم ما زال قائماً. أنتوني نقل اللعب للجهة الأخرى. سانشو الحكم يعطي الأفضلية لمانشستر يونايتد وينجح في اعتراضه للكرة. محمد صلاح كرة تصل لصلاح. محمد صلاح كان مش ناد الماتش هذا. صلاح بيلعب له كرة عرضية ودي خي ينقذ الموقف. إذا 3 بوان الأولى جيب كونتر ليفربول في تيرانو. دونك سمعوا الجمهور ديال ليفربول شنو داير محيا على الفرقه ديالو. هذا الديربي هذا ما خصهمش يخسروا فيه. لنتحدث عن مستوى جيمي فاردي الرائع جدا فوق ارضيه الملعب. تمكن من تسجيل هدفين ساهم ايضا في فوز فريقه والجماهير راح تكون راضيه عن اللي قدمه. هو نفسه ايضا سيكون سعيد صراحه. انا راضي بالمستوى اللي قدم في الماتش على ارضيه الملعب. اول ماتش غنستقبل في البطوله دونك تيفو فريق مانشستر يونايتد ترافورد حيث هذه الاجواء المثاليه لمباراه كبيره. احبكم فارس عوض سيكون معكم في تغطيه لمجريات هذا اللقاء. الكل في انتظار انطلاقه هذه المباراه ضمن بطوله الدوري الانجليزي. مباراه تبدو بانها ستكون مثيره. نتيجه مميزه حقق مانشستر يونايتد خويا. انا هذا الماتش هما اللي كنخاف منهم. ما قلتهم شيء شي خساره مذله. كتكون تضرب فرقه كبيره وكتجي فرقه صغيره كتبدا كتشحف. وهادشي حتى في الواقع بصراحه في الديربي الانجلي الديربي الدوري الانجليزي هادشي اللي طاري فيه. كيكونوا فرق صغار ولكن الماتشات ضدهم تيكونوا قاسيين بزاف. وهذه هي التشكيلة الأساسية لفريق الشاطئ. إذا على بركة الله في المرمى راح يتواجد ديفيد دخيا. رولو فرنانديز سيبدأ مع كاسيميرو في خط الوسط وفي خط الهجوم جيمي فاردي سيبدأ مع ماركوس راشفورد. فرصة للتسجيل لفاردي ربما لو تم تسديدها بشكل مباشر بدل من محاولة إرسال الكرة بهذا الشكل لاختلفت الأمور صراحة. جيمي فاردي اون فاير هاد الماتش. كبرنا بك حشمتينا. الكرة بعد تمريرة سيئة. تنفيذ جيد للضغط العالي. ها اللي قلنا حيدنا كره في الاول. رجعت حيدت كره رجعت لي هنايا. ايش ما حيد كره واش والو. استئناف اللعب هنا واليونايتد متاخر في النتيجه ومطالب بالعوده. راؤول رويدياز تمركز سليم من فران. يفقد الكرة هنا بعد تمريرة خاطئة. الحكم يعطي الأفضلية للمان يونايتد. المساندة تأتي من الزملاء. الحكم يعطي الأفضلية وعدم توني والشرفة يتألق ويبعد الخطورة. أنتوني السيطرة يفقدونها هنا. فاول على مانشستر يونايتد. الحكم قرر العودة واحتساب هذا الخطأ وإشهار الكرت الأصفر بعد هذا التدخل.
يا لعيب شوف مروره. جيمي باردي. واه. ارتماء ناجحة هنا. تدخل ممتاز ينهي الفرصة الخطيرة. مساحات موجودة في الطرف. يتقدم فيها في هذه اللحظة. فرصة التقدم. ماري زادون البيتشين. سجل ليعود. فلتشر مش حيد ليكور. وبكل قوة تأتي التسديدة هنا. حلوة هذه الكرة ولا يمكن إيقافها من هذه المسافة. مانشستر يونايتد يتأخر في النتيجة. قلت لكم هاد الفراق الصغار ما اللي تيكونوا صحاب في الماتشات ديالهم. دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضايع. جيمي باردي. وتصويبة خطيرة. شوط أول مشاهدينا ينتهي هنا في أولد ترافورد. زوج هجمات جاو ضربوا فيهم الجبيوت وأنا اللي مصبح وأنا ضاغط. يلا ماركي بيت واحد. إيدر ميليتاو. كاسيميرو. تصل لجيمي باردي. كنوصل خطيرة على المرمى. تل كاري وكنزباليها في الميطالي ما فهمتش. راشفورد وصلت لفيرناندو. واو تصدي جيد للكرة. واه لبارات كيدير. ويصور. واو يا ربي. مارسيال يتقدم للأمام ويشكل هجمة خطيرة. مارسيال. مارسيال. ميمكنش والله مش في كان هذا الماتش هذا بزاف. طيلة شوية. ما عرفتش أنا الماتش بداية ديال الماتش قلت لكم غادي نخسر ولا تكون شي نتيجة ماشي هي هذي. جملة ديال 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 الفرص اللي ضاعوا ما فهمتش أنا والله ما فهمتش. اللحظات الأخيرة التي تسبق انطلاقة هذه المباراة، اللحظات اللي تؤكد بأننا في انتظار مواجهة كبرى تليق بمستوى الفريقين والجماهير الحاضرة. لا تذهبوا بعيدا، نحن على بعد دقائق. سيداتي نساتي سادتي، هذه أرق تحية مني محدثكم فارس عوض هنا من ملعب إيلاند رود. وأجواء متميزة وإثارة غير عادية. من كابينة التعليق سوافيكم أنا محبكم فارس عوض طيلة أوقات هذا اللقاء. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في بطولة الدوري الإنجليزي. فريق ليدز يونايتد يواجه فريق مانشستر يونايتد. انطلاقة الموسم مقبولة من مانشستر يونايتد. ليس من السهل السير وفق الحسابات. ماتش كونتر ليدز تكون ماتشات قاسية صراحة. لكن يعطينا مؤشرات على دعم الفريق والحاجة إلى التحسن. ما مشكلة ديما كتضرب عليه بيت في البليان يعني. ما فهمتش انا الهدف الافتتاحي ياتي سريعا ليشعل اجواء اللقاء. اذا اول اهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الان. راشفورد. يا سلام الله على المرور. فرصة تعديل النتيجة. في الوقت المناسب يتدخل ويبعد كرة خطيرة. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. كرة تقف لحارس المرمى بدون مشاكل. لا تمر سيريك. فرصة خطيرة الآن. يا الله على فرصة ضاعت. فرصة هدف مؤكد بتصير. كرة كان بالإمكان أفضل مما كان. لقطة غريبة جدا.
لوك شو، إيدر ميليتاو، كاسيميرو، والآن عند وان بيساكا. أوهو يسدد حارس المرمى يبعده عن مرمى، حارس المرمى يبعده عن مرمى. تحية كبيرة لحارس المرمى، جاتو مالو على هذا التصدي. الله على كرة كانت خطيرة لك، فرصة لإرسال كرة في سباق. الله يتبزا، مستحيل هذا الهدف، هدف يأتي ليعزز التقدم لفارق الهدفين. نمشو الديفونس محلو، واش الديفونس هو يلعب شبيهنا كونتر ليفربول في المرمى، لا يمكن التصدي لها. اذا عوده للمباراه مشاهدينا الكرام، والنتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. كاسيميرو ترى كل شيء راجع للورا عندهم، 11 واحد راجع. الكره ملعوبه الى ماغواير، مثال حقيقة. تتكلم ان الفريق اقل في الاستحواذ لكنه منتصر متقدم، يترك الكرة لخصمه، يستغل الفرص المتاحة له بشكل افضل حتى يتقدم في النتيجة. ممكن يسجل في هذا. الله 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 على راشفورد، الله على راشفورد. اوبا، نشوف لقطة الهدف، كرة تلعب عالية خطيرة من فوق الدفاع، ثم الكرة اللي أرسلت تشيب راح من مسافة قريبة، أسقطها إسقاط من فوق حارس المرمى. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف الملعب. بدون تعقيدات في الاعتراف. الله على الدقة. سير سير، يلا رش، يلا. خطيرة وصلت لمارسيال. جولاسو، جولاسو. ثم تعادل. الله على الروح، على الكرينتا، على الإصرار، على الإرادة. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. الخطأ موجود لكن اللاعب مستمر مع إتاحة الفرصة. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل الضايع. يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس. موقف هنا. والآن عند وان بيساكا. كرة خطيرة. وغولاسو، غولاسو. ترين 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 ترين. لم يرفعوا المنديل، لم يستسلموا، قاتلوا حتى العودة، قاتلوا حتى الاحتفال. الله على هذه الروح. يسترد الكرة هنا في منطقة ماركوس راشفورد. جولاسو، هدف ثاني يسجل اليوم ويثبت قدراته الكبيرة وخطورته أمام المرمى. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع، وثم موقف واحد على واحد، تأتي التصويبة القوية في المرمى، لا يمكن التصدي لها. ثلاثة تغييرات في صفوف مانشستر يونايتد، بينفذ الركنية. هجمة مستمرة مشاهدينا بعد إبعاد سيء. ناري على بيتش كي داير، داير عليه بريسينغ والجول. وتحيي الأمال وتشعل المباراة من جديد. والآن نشوف إعادة الهدف، البداية كانت من كيفاش تدرس سمارت. استمرت الخطورة، أتى الهدف واللاعب غاضب مما حدث الآن في اللقطة، لأنه كان يعلم بأنه ممكن يتفادى هذه اللقطة لو ركز في إبعادها. أهداف كثيرة في مباراة اليوم، تتكلم عن الحظوظ على الرغم من أن المباراة لم يتبقى فرصة. من جديد لكرة التعادل. آه مستحيل هذا التصدي،
الأخيرة يأتي الإنقاذ الرائع ليحافظ على التقدم في النتيجة. إذن أعزائي ما تنساوش تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. جيم واشتراك وبارطاج.